الرسول يأمر بالتفريق بين الأطفال ذكورا وإناثا وقت النوم. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الذكور والإناث في مكان واحد، ولو كانوا إخوة، ولو كانوا إخوة، فحرام أن يختلط الأطفال ذكورا وإناثا في مكان واحد، لأن النوم له سلطان، فربما رأى الولد أخته وقد تعرت من ثيابها وهي نائمة، أو ربما وجد يده على ملمس العفة منها. حكمة رسول الله: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. إن هذا الذي يقول إذا رأيت ابنتك تخلع ثيابها أمامك فلا تعقدها ودعها تخلع، إن رجلا جاء إلى الحبيب المصطفى وقال له: يا رسول الله، أأستأذن على أمي إذا دخلت عليها؟ أستأذن على أمي إذا دخلت عليها؟ قال له: نعم. قال: إنها أمي. قال له الرسول: أتحب أن تراها عارية؟ قال: لا. قال له: إذن فاستأذن. إن التربية الجنسية يا دكتور ليست فوضى، إن التربية الجنسية إنما يتعلمها أبناء المسلمين من علم الفقه الإسلامي، عندما يدرس موجبات الغسل، وعندما تدرس الفتاة كيف تغتسل إذا نزل عليها دم الحيض أو النفاس، تتعلمها من الأحكام الشرعية، لا تتعلمها من مجلة الشبكة اللبنانية، مجلة المجاري الجنسية، مجلة شبكة المجاري الجنسية، ولا من مجلة الموعد، ولا من طبيبك الخاص. هذا فساد يا دكتور في مجتمع فاحت فيه رائحة الزنا، في مجتمع فاحت فيه رائحة الفحشاء حتى زكمت الأنوف.